السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أولى محاضرات الفسيولوجي في موديول فاونديشن. المحاضرة دي محاضرة تجريبية عن الفسيولوجي. هنتكلم عن الهوموستيزس، وهوموستيزس مقصود بيها البيئة الخلوية، إزاي الخلايا بتعيش وسط النسيج اللي هي بتكونه، وإزاي الخلايا بتتواصل مع بعضها البعض في هذا النسيج، وازاي بتحصل على المغذيات بتاعتها، وازاي بتقوم بعمليات الميتابوليزم سواء بناء او هدم. ده اللي احنا بنتناوله في محاضرة النهاردة. نبدأ المحاضرة بتاعتنا. واول حاجة، فسيولوجي يعني ايه اصلا؟ علم الفسيولوجيا يا جماعة هو العلم اللي بيدرس التغيرات الفسيولوجية الطبيعية بتاعت الأعضاء. يعني إيه بقى التغيرات الفسيولوجية الطبيعية؟ يعني من الآخر الوظيفة بتاعت الأعضاء هي عبارة عن إيه؟ يبقى الفسيولوجي هي الستادي أوف النورمال فانكشن، يعني بندرس في الفسيولوجي الوظيفة الطبيعية بتاعت الأعضاء هي إيه؟ تمام؟ في فيرال فسيولوجي، في بكتيريال فسيولوجي، في سيلولار فسيولوجي، في بلانت فسيولوجي، وفي انيمال فسيولوجي، وفي هيومن فسيولوجي. طبعا احنا في الفسيولوجي اللي احنا بندرسها في كلية الطب احنا بنتناول السيلولار فسيولوجي في الجزء الاول، والجزء الثاني بعد كده بنتناول الهيومن فسيولوجي بتاعت الديفرنت سيستمز بتاعت الجسم. طيب الهيومن فسيولوجي اللي احنا هنتكلم عنها هي جزء من الفسيولوجي العام، واللي فيها بنبتدي ان احنا نتكلم عن كل جسم الانسان. زي ما قلنا الاول هناخد حاجة اسمها السيلولار فيسيولوجي، يعني هنتكلم عن الفسيولوجي بتاعت الخلايا او الفسيولوجي الخلوية او وظائف الخلايا. بعدين هنتكلم على ايه؟ على السيستميك فيسيولوجي اللي هي كل عضو هنبتدي ان احنا ناخده، نبتدي ان احنا نشوف الفسيولوجي بتاعته عاملة ازاي، وازاي الوظائف المختلفة بتاعت الاعضاء بتتكامل مع بعضها البعض عشان تعمل ايه؟ عشان تبتدي ان هي تؤدي الى ان جسم الانسان يقوم بالوظائف بتاعته طبيعية. طيب يعني ايه بقى هوم ستيزس؟ يعني ايه هوم ستيزس؟ والكلمة دي غلط، هي مش هيموستيزس، هي هوم ستيزس، جاي من كلمة هوم، جاي من كلمة وطن او بيئة او البيت. هي حرفيا معناها البيت الخلوي او الخلايا عايشة في ايه؟ البيئة الخلوية. تمام؟ طيب الخلايا عايشة في بيئة ثابتة نوعا ما، constant، سواء بيئة داخلية داخل الخلايا أو بيئة خارجية خارج الخلايا. طب واللي بيخلي الخلية في بيئة ثابتة نوعا ما هو عدة حاجات، منها إن في مية خارج الخلايا اسمها extra cellular fluid، وفي مية داخل الخلايا وديت اللي بتتحكم في حاجة اسمها الأوزمولاريتي بتاعة الخلايا، وفي بي اتش موجود خارج الخلايا وداخل الخلايا، وفي ضغط داخل الخلايا وخارج الخلايا، كذلك برضو تمبريتشر. ديت اللي هي الظروف البيئية اللي الخلايا عايشة فيها، ضغط وحرارة وبي اتش وأوزمولاريتي. ومعنى أوزمولاريتي هنعرفه قدام، ان هو نعتقد دلوقتي ان هي تركيز أيونات، يعني نكتب دلوقتي ان هي تركيز أيونات ومية عايشة فيها. كل الليفينج اورجانيزم زي ما احنا عارفين بتتكون من خلايا، كل البشر، حيوانات، النباتات، اي كائن حي عبارة عن خلايا. تمام؟ الخلايا دي جواها في مية يا جماعة اسمها الانترا سيلولر، انترا يعني داخل، انترا سيلولر فلويد، وفي مية خارجها. المية اللي خارجها هي اسمها اكسترا سيلولر فلويد، انترا يعني داخل، اكسترا يعني خارج. وبالتالي الحد الفاصل بين المية اللي خارج الخلايا والمية اللي داخل الخلايا هو السيل ممبرين بتاع الخلية. وبالتالي السيل ممبرين هيبتدي ان هو يتحمل وظائف كتيرة، منها ان هو هينظم ايه اللي يخرج من داخل الخلية الى خارجها، وايه اللي يعدي من بره الخلية ويخش الى داخلها. يبقى
البيئة الداخلية والبيئة الخارجية بتاعة الخلية اللي بيتحكم في ايه اللي بيعدي، اللي هو العملية بتاعة البرميابيليتي، يعني النفاذية، ايه اللي بينفذ وايه لأ، هو السيل ممبرين. طيب، من أهم الحاجات اللي بتعدي تدخل الخلية الأكسجين والجلوكوز، ودولت مغذيات بالنسبة للخلية. ومن أهم الحاجات اللي بتطلع من الخلية إلى خارجها الكربون دايوكسيد والويست برودكت الناتجة عن عمليات الهضم، سواء بتاع الجلوكوز أو الأحماض الأمينية زي اليوريك أسيد، زي اليوريا، وزي الكرياتينين. وبالتالي لابد من ان الخلية تكون عايشة في بيئة من المية عشان تسمح بان المغذيات تمر من خارج الخلية لداخلها ومن داخلها الى خارجها. السيل ستراكشرز، زي ما قلنا ان السيل هي الوحدة بتاعة بناء الجسم. تقريبا الجسم بتاع الانسان بيحتوي على 75 ل 100 تريليون خلية، بيندرجوا تحت أكتر من 200 نوع من الخلايا مختلف، أكتر من 200 تايب أوف سيل، منها خلايا عصبية، خلايا عضلية ملساء، خلايا عضلية هيكلية، وهكذا. هذه الخلايا كل واحدة منهم متخصصة في إن هي بتعمل وظيفة معينة، يعني مثلا خلايا العضلات متخصصة في إن هي تنقبض، خلايا العظم متخصصة في إن هي تقدر إن هي تكون على درجة من الصلابة عشان تكون عظم، خلايا نخاع العظام متخصصة في إن هي بتصنع خلايا الدم المختلفة. ولكن على الرغم من إن في اختلاف كبير بين الخلايا، دي خلية ودي خلية تانية ودي تالتة خالص من أنواع مختلفة، إلا إن كلهم تقريبا الأورجانيلز أو المحتويات بتاعتهم الداخلية اللي هي العضيات الخلوية شبه بعض. يبقى على الرغم من ان هم مختلفين highly specialized in various organ في الاعضاء المختلفه، الا ان الـ structures inside cytoplasm يعني المحتويات بتاعه الخلايا اللي هي الاورجانيلز او العضيات الخلويه تقريبا identical، يعني متشابهه لبعضها البعض. نبدا باول عضي خلوي واهم عضي خلوي وهو السيل ممبرين. السيل ممبرين اللي هو ليه اسم تاني البلازما ممبرين أو الفوسفوليبيد ممبرين، كلها أسامي لحاجة واحدة اللي هو الغشاء السيتوبلازمي بتاع الخلية أو السيتوبلازميك ممبرين. عبارة عن إيه ده؟ زي ما قلنا ده الجدار الخلوي اللي هو محيط بالخلية من الخارج، اللي بيفصل بين البيئة الخارجية بتاعة الإكسترا سيلر فلويد والبيئة الداخلية بتاعة الإنترا سيلر فلويد. هذا الغشاء عبارة عن إيه؟ وإيه أهمية التركيب بتاعه ده هيسمح بإيه؟ هو عبارة عن فوسفوليبيد بايلير، يعني طبقتين. منين؟ طبقتين من الدهون اللي هي الفوسفاتيدية، اللي هي عبارة عن ايه؟ الدهون الفوسفاتيدية عبارة عن جليسرول وماسك فيه أحماض دهنية عند الكربونة الأولى والتانية، وعند الكربونة التالتة ماسك فيه فوسفيت جروب. الفوسفيت جروب دي ممكن يمسك فيها أمينو أسيدز أو أمين الكحول أو لأ، تمام؟ طيب، وبالتالي أصبح عندك التركيب، عندك جزيء الجليسرول ده متأين هو مع الفوسفيت، ده جزء متأين يعني ايونيك بارت، وجزيء الأحماض الدهنية هو جزء غير متأين نون ايونيك بارت او نون بولر بارت. وده هيبتدي ان هو يخلي لك ان السيل ممبرين في حاجات مالها متأينة، وبالتالي هي دي اللي هتواجه المية، لان معنى متأين ان هو بيدوب في المية يا جماعة، وحاجات غير متأينة اللي هي الفاتي اسيد او اللي بنقول عليها الفاتي اسيد تيل، وديت هتبتدي ان هي تبعد بعيد عن الميه. وبما ان احنا قلنا ان هو طبقتين، فادي الطبقتين هما ترسمناهم عباره عن فوسفوليبيد بايلير، وكل جزء من الطبقتين دولت كل طبقه منهم فيها ايه؟ فيها جزء متأين، فيها بولر بارت وفيها جزء غير متأين. البولر بارت هو الجليسرول اللي ماسك فيه الفوسفيت، والنون بولر بارت او النون ايونيك بارت اللي هو الفري فاتي اسيد. عشان كده بنقول ان هي عباره عن بولر هيدز، رؤوس متأينه، وتيلز غير متأينة، وزيول غير متأينة. يبقى الفوسفوليبيد هاز هيدروفيليك بارت، هيدروفيليك يا جماعة معناه ان هو محب للمياه او بولر بمعنى اخر، وده اللي هو الجزء اللي ماسك فيه الفوسفيت، وده فيسنج اوت سايد اند انسايد اوف ذا سيل، يعني من الاخر فيسنج ايه؟ فيسنج الميه، سواء الميه داخل الخليه الانترسيلر فلويد او الميه خارج الخليه الاكسترا سيلر فلويد. السكنس بتاع السيل ممبرين تقريبا 7.5 نانومتر اللي هو 75 انجستروم. طيب،
احنا قلنا الممبرين ده هو اللي بيحيط بالخلية يا دكتور، وهو اللي هيحميها، ده بتاع الحماية بصورة أساسية. والحاجة التانية هو اللي هيسمح بنفاذية حاجات من خارج الخلية لداخلها ومن داخلها إلى خارجها. ودي أهم أصلا وظيفة من وظائف السيل ممبرين اللي هي البيرميابيليتي. السيل ممبرين بيسمح بمرور بعض الحاجات وحاجات تانية ما بيسمحش بمرورها، عشان كده ما بنقولش عليه إن هو بيرميابل، نفاذ بينفذ كل حاجة. هو سيمي ميرب سيمي بيرميابل. يعني ايه سيمي؟ يعني شبيه، يعني النفاذيه بتاعته مش نفاذيه كامله، مش كل الحاجات اللي جوه او بره هتعدي، تمام؟ حاجات معينه هتعدي وحاجات معينه مش هتعدي، فهو سيمي بيرميبل. اللو باسج اوف سام سبستنس وسبستنس ثانيه لا. على سبيل المثال للسبستنس اللي هتعدي والسبستنس اللي مش هتعدي، اول حاجه يا جماعه الدهون الليبيدز او الليبيد سولوبل substances، يعني الحاجات اللي بتدوب في الدهون هتقدر ان هي تعدي سواء من جوه لبره او من بره لجوه، غير اللي بتصلب substances زي الاكسجين وزي الكربون دايوكسيد على سبيل المثال، هذه الغازات، وزي الفاتي اسيدز الاحماض الدهنيه، الحاجات دي هتعدي، وزي الفيتامينز اللي هي بتدوب في الدهون اللي هي بنقول عليها الفات سولوبل فيتامين. طيب دي حاجات هتعدي، حاجات تانية هتعدي بس محتاجة شانل، محتاجة ايه؟ شانل. وحاجات تالتة هتعدي بس محتاجة كارير، تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي هتعدي بس محتاجة شانلز، يعني محتاجة قنوات تعدي من خلالها؟ المية على سبيل المثال، الأيونات زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي الكلورايد، زي البيكربونات، الحاجات دي هتعدي بس محتاجة ايه؟ لازم حاجة تعديها، لازم الشانل تعديها، تمام؟ طيب في حاجات تالتة هتعدي بس محتاجة حاجة أكبر من الشانل. ايه الأكبر من الشانل اللي هي محتاجاه؟ ركز كده معايا، محتاجة حاجة اسمها بامب، مضخات. ايه اللي محتاج بامب؟ ركز كده معايا، لو انت عايز تعدي مادة عكس التركيز الكيميائي بتاعها، على سبيل المثال ايون الصوديوم مثلا، ايون الصوديوم معروف ان هو موجود خارج الخلية في المية اللي خارج الخلية اكتر بكتير خالص من داخل الخلية. طب انت دلوقتي عايز ان انت الخلية جواها صوديوم زيادة، عايز ان هي تخرجه، فهتعمل ايه؟ مش هينفع ان هي تخرجه من جوه لبره طبيعي. ليه؟ لان بره تركيزه عالي جدا. طب عشان تخرجه لازم ايه؟ لازم تجيب مطور، لازم تجيب مضخه، لازم بمب، وتصرف طاقه للمضخه دي هتشغلها بالكهرباء، تدي لها جزيء اي تي بي اللي هو وحده الطاقه في الخليه. فالمواد بتتنقل من خلال السيل ممبرين يا اما بدون الاحتياج لاي حاجه خالص، عشان كده بنقول عليها الباسيف ديفيوجن وباسيف، لان انت ما صرفتش اي طاقه، ما صرفتش اي جزيء اي تي بي، وديفيوجن لان الخلايا نفذت من خلال السيل ممبرين، يا اما ان هي هتعدي من خلال تشانل او كارير، يا تشانل يا كارير. كلمه كارير يعني حامل او ناقل، وتشانل معناها ايه؟ معناها قناه. وفي الحاله ديت نوع الترانسبورت بنقول عليه هو يعتبر باسيف برضه، لان انت ما صرفتش طاقه، بس الباسيف ده لازم ان يكون في حاجه ساعدت ان ان الحاجات دي تعدي، فبنقول عليه باسيف فاسيليتيتد. فاسيليتيتد يعني ايه؟ مسهل، تم تسهيله، لان لازم في ستراكشر موجود اهو، فاسيليتيتد ديفيوجن. وفي الحالتين دولت برضه يا جماعه، سواء ده او ده، الحاله الاولى او الثانيه، احنا ما استخدمناش طاقه، يبقى باسيف. واعتمدنا ان المادة بتعدي من تركيزها العالي لتركيزها الواطي. دايما يا جماعة دي قاعدة اصلا في الفيزياء اصلا، ان اي حاجة بتتنقل من تركيزها العالي لتركيزها الواطي وليس العكس. لو بتعمل العكس يبقى تأكد ان انت بتصرف طاقة، زي ان انت بتنقل صوديوم من داخل الخلية لخارج الخلية، هنا انت محتاج طاقة، محتاج اي تي بي عشان تشغل المضخة البمب، وليت اسمها نوع الـ 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 الانتقال ده اسمه اكتيف ترانسبورت. اكتيف ترانسبورت يعني نقل ايه؟ نقل نشط، لان انت بتصرف طاقه
عشان تخلي الايون يعدي من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى، وده مش طبيعي. طيب لو نرجع لتركيب السيل ميمبرين، عشان احنا تجاوزنا بعض الحاجات، احنا قلنا هو طبقتين من الفوسفوليبيد صح، ولكن هذه الفوسفوليبيد فيها ايه بقى؟ ركز كده معايا، هتلاحظ ان فيها شوية كوليسترول، وفيها كاربوهيدرات، وفيها بروتينز. تقريبا 50% من السطح بتاعها عبارة عن بروتينز اصلا، وكمان فيها دهون. طب ما تيجي نشوف هذه المركبات، سواء بروتين كوليسترول او فات، ايه اهميتها. الفانكشنز اوف البروتينز الموجوده في السيل ميمبرين، يا ترى البروتينات الموجوده في السيل ميمبرين ديت ايه وظيفتها، بتعمل ايه؟ عندنا البروتينات الموجوده في السيل ميمبرين، يا اما ان هي تكون ماسكه في بروتينات داخل الخليه زي السيتوسكيلتون بتاع الخليه. وسيتوسكيلتون المقصود بيه يا جماعه، سيتوسكيلتون المقصود بيه الجهاز العظمي بتاع الخلايا، زي العمود الفقري بتاع الانسان كده، الخلايا اللي مخليها محتفظه بشكلها، سواء مضلعه، سواء طويله، سواء مستطيله، سواء مربعه، هو السيتوسكيلتون. البروتينات بتاعت السيل ميمبرين بتمسك في السيتوسكيلتون، وده بيساعد على structural support، يعني ان الشكل بتاع الخليه يفضل واحد ما يتغيرش. الحاجه الثانيه، it act as adhesion molecule، هذه المركبات بتربط بين الخلايا وبعضها البعض، يعني ادي خليه وادي خليه تانية، تلاقي ان في بروتين ممتد من السيل ميمبرين بتاع الخليه ديت للخليه دي، وبالتالي هو عمل ايه؟ الله ينور عليكم، وبالتالي هو ربط بين الخليتين. adhesion molecule connect cells together، example على سبيل المثال الكادهيرين. الكادهيرين ده بروتين بيربط بين الخلايا. طيب الحاجة التالتة، act as enzyme، بعض البروتينات هتلاقي ان هي شغالة انزيمات، بعض البروتينات هتلاقي ان هي شغالة انزيمات. على سبيل المثال واحد من البروتينات المهمة اللي موجودة على سطح الخلية اسمه الجي بروتين. هذا الجي بروتين دايما تلاقيه مرتبط بانزيم تحتيه، دايما تلاقي جزء منه اللي هو الجزء الداخلي بتاعه هو عبارة عن انزيم بيعمل حاجات، بيأثر على الميتابوليزم بتاع الخلية. الحاجة اللي بعد كده act as antigen، يعني ايه antigen؟ تعال بقى نشوف ايه الفكرة دي. بصوا يا جماعة، احنا عندنا خلايا الجسم بتاعتنا كلها على السطح الخارجي بتاعها هناك ايه؟ هناك بروتينات، تمام كده؟ طيب البروتينات ديت زي مثلا الريد بلاد سيل، لو احنا بنتكلم على واحدة من خلايا الريد بلاد سيل، واحد من البروتينات الموجودة على السطح بتاعها هو البروتين المسؤول عن فصيلة الدم، سواء البروتين A أو البروتين B او البروتين H. لو انت عندك البروتين A فانت فصيلة دمك A، لو البروتين B فانت فصيلة دمك B، لو انت عندك البروتين H فانت فصيلة دمك O، تمام كده؟ طيب لو انت عندك A و B فانت فصيلة دمك AB، هذه اسمها انتيجينز، وانتيجينز معناها بروتينات موجودة على سطح الخلايا يمكن لجهاز المناعة التعرف عليها. كل الخلايا يا جماعة اللي في الجسم، كل الخلايا اللي في الجسم عليها انتيجينز، تمام؟ ده أحد الإكزامبلز بتاعة الانتيجين اللي هو الـ ABH system بتاع البلاد جروبينج. وفي الغالب دي بتكون جلايكوبروتين، يعني البروتينز ماسك فيها كربوهيدرات. في سيستم تاني مهم أهم من الـ ABO system أو الـ ABH system، وهو الـ HLA الـ Human Leukocytic Antigen. هذا الـ Human Leukocytic Antigen ده برضه عبارة عن أنتيجين، يعني عبارة عن بروتين موجود على سطح الخلايا، موجود على الـ All Nucleated Cells، موجود في كل الخلايا اللي فيها نيوكليوي بتاعة الجسم. أمال اتسمى ليه Human Leukocyte Antigen أو Human Leukocytic Antigen؟ لأن أول مرة يتم التعرف عليه كان موجود على الوايت بلاد سيل، عشان كده اتسمى هيومن ليوكوسيتيك انتيجين. طيب معلومه كده يا جماعه، يعني ايه نيوكليتد سيل؟ يعني سيلز فيها نيوكليس يا دكتور. طب الريد بلاد سيل هي ديت فيها نيوكليس؟ لا، يبقى ال اتش ال اي لا يوجد في الريد بلاد سيل، لا يوجد في البليتليت، لا يوجد في السوبرفيشال لاير بتاعة الكيراتينوسايت أو بتاعة خلايا الجلد، لأن هذه الخلايا لا تحتوي على نواة. طيب الوظيفة الخامسة، سيل ميمبرين احنا اوريدي اتكلمنا عنها، وإن هما شغالين أز كارير، نواقل
نواقل في الفاسيليتيت الديفيوجن، وده نوع من الباسيف ترانسبورت شرحناه بالتفصيل قدام. الوظيفه السادسه اكت از بامب في الاكتيف ترانسبورت، وده شرحناه لما انت تنقل ماده من تركيزها الاقل الى تركيزها العالي، يعني انت بتنقل عكس التركيز الكيميائي، لازم طاقه، لازم بامب، لازم مضخه تصرف اي تي بي. طيب الحاجه اللي بعد كده رقم 7 اكت از ريسبتور للهرمونات والنيورو ترانسميترز. على سبيل المثال الخلايا بتاعه الجسم هتلاقي فيها مستقبلات للجلوكوز، او سوري مستقبلات للانسولين عشان يدخل الجلوكوز جوه الخلايا. ريسبتورز يعني مستقبلات للهرمونات في الغالب او النواقل العصبيه. طيب هذه البروتينز يمكن تقسمها لنوعين، يا اما بريفرال بروتينز يعني من الاخر ماسكه في الطبقه الخارجيه فقط من السيل ممبرين، يا اما انتجرال بروتين، ومعنى انتجرال يعني متداخل. يعني ايه يا دكتور متداخل؟ يعني البروتين ده موجود خارج وداخل الخليه، اكستند ثرو السيل ممبرين. يبقى الانواع يا اما بريفرال ماسك بره، يا اما انتجرال ماسك بره وجوه. خدنا السيل ممبرين، نخش على تاني اهم اورجانيل داخل الخليه وهو العينه، النواه بتاعت الخليه، النيوكليوس. النيوكليوس بتاعت الخليه هي عباره عن دايره موجوده في نص الخليه، عشان كده اسمها النواه، نواه زي النواه بتاعت البلح. هذه النواه هي اهم جزء تقريبا في السل. ليه هي اهم جزء؟ لان هي بتحتوي على ما يعرف باسم الشبكه الكروماتينيه او الدي ان ايه، الكروماتين نتورك. طب ايه اهميه الكروماتين نتورك؟ الكروماتين نتورك دي ايه اهميتها؟ دي بتحتوي على شريط الدي ان ايه بتاع الخليه، وهذا الشريط لولا الخليه لن تتواجد. ليه؟ لان الشريط ده بيحتوي على كل المعلومات الوراثيه بتاعه الخليه، سواء معلومات وراثيه داخله في تركيب الخليه، واحنا عارفين دي ان ايه بعد كده بيتم ترجمته، او هنعرف قدام ان هو بيتم ترجمته لحاجه اسمها الماسنجر ار ان ايه، والماسنجر ار ان ايه بيتم ترجمته الى بروتينات. هذه البروتينات بقى اللي هتكون في النهايه النواتج بتاعه ترجمه الدي ان ايه تقريبا، يا اما ان هي تخش في تركيب الخليه وتكون ستراكشرال بروتين، يا اما ان هي تكون ليها وظيفه داخل الخليه وتشتغل كانزيمات، وبالتالي مفيش دي ان ايه مش هيكون موجود في خليه اصلا. طيب هذه الكروماتين نتورك او الشبكه الكروماتينيه لما الخليه بتيجي تنقسم بتبتدي ان هي كوندنس، يعني بتتكثف وتتحول الى كروموزومات زي الكروموزومات اللي احنا بنشوفها في ايه، في المرحله بتاعه الانقسام بتاعه الخليه اللي اسمها الميتافيز، مرحله ايه الميتافيز. طيب ليه الخليه بتنقسم؟ واي ديفيجن؟ الخليه بتنقسم عشان تبتدي ان هي تزيد في العدد بتاعها وبالتالي تعمل فانكشن اكتر. كل خليه بتنقسم ميتوزيا عن طريق الميتوزس الى خليتين شبيهين للخليه الام في كل حاجه، حتى في الكروماتين نتورك بتاعتهم، لان الدي ان ايه بيتضاعف اثناء الانقسام الخلوي. خلصنا النيوكليوس، نخش على ثالث اهم اورجانيل وهو الاندوبلازميك ريتيكولوم، الشبكه الاندو بلازمية. هي شبكة، فهي مشورك من قنوات، وهذه القنوات فيها ايه؟ فيها فيزيكلز، حبيبات ناقلة بتمتد من النيوكليوس لحد خارج الخلية. لو جينا نرسم بس ادي السيل، ادي النيوكليوس، وادي الشبكة من القنوات اللي انت بتقول عليها اللي هي الاندوبلازميك ريتيكولم. هذه الشبكة بتمتد من النيوكليوس الى خارج الخلية. في نوعين من الشبكة دي، يا اما الشبكه ملساء سموز اندوبلازميك ريتيكولم، والشبكه الملساء هي لا تحتوي على اورجانيل هنتكلم عليه كمان شويه مسؤول عن عمليه بناء البروتين اسمه الريبوزوم، فهي سموز ملساء لان هي لا تحتوي على ريبوزومز، هاز نو ريبوزومز. طيب هي الريبوزومز وظيفتها لسه قايلين من شويه دي بتصنع بروتين، يبقى اكيد السموز اندوبلازميك ريتيكولم مش هتصنع بروتين. ايوه امال بتصنع ايه؟ بتصنع دهون وبتكسر دهون، synthesis of lipid and steroid. يبقى بتصنع الدهون والاستيرويدات، وكمان ليها دور مهم جدا في الليفر. على سبيل المثال السموز اندوبلازميك ريتيكولم اللي هناك بتكسر الادويه،
فليها دور مهم جدا في الديتوكسيفيكيشن، إزالة سمية of foreign substance. النوع التاني الرف إندوبلازميك ريتيكولم، وديت هي اللي فيها رايبوزومات على السطح بتاعها، ولسه قايلين من شوية رايبوزومات وظيفتها الرئيسية البروتين سينسيس. بس نكمل، بس هل بروتين سينسيس للخلية ولا لخارج الخلية؟ في الغالب الرف إندوبلازميك ريتيكولم معظم البروتينات اللي هي بتنتجها لخارج الخلية، فبنقول عليها سيكريتوري بروتين. يبقى دايما فاكر، او دايما تخليك فاكر، ان الخلايا اللي فيها رف اندوبلازميك ريتيكولم في الغالب هتفرز ماده بروتينيه خارج الخلايا، قد تكون الماده البروتينيه ديت هرمون او لا. الاورجانيل الرابع المهم معانا وهو جولجي اباريتس، جهاز جولجي. دايما جهاز جولجي بيكون موجود جنب الرف اندوبلازميك ريتيكولم، لان الوظيفه بتاعته هي مكمله للرف اندوبلازميك ريتيكولم. الرف اندوبلازميك ريتيكولم بتصنع بس الرايبوزومات الموجوده عليها، بتصنع بس البروتين. ولكن هل البروتين اللي خارج الخليه او اللي هيفرز خارج الخليه هو فقط عباره عن بروتين، ولا ماسك فيه شويه حاجات، ولا موديفايد بيتم تعديله؟ لا، هو بيتم تعديله. عشان كده بنقول ان جولجي اباريتس بيعمل بروسيسنج. بروسيسنج يعني ايه؟ يعني تعديل او موديفيكيشن اند باكج وتغليف، تعديل وتغليف للبروتينات اللي تم تصنيعها مسبقا في الرف اندوبلازميك ريتيكولم. دايما هتلاقي ادي الخليه كده، ادي النيوكليوس، ادي الرف اندوبلازميك ريتيكولم، وهتلاقي جولجي اباريتس موجود فين؟ موجود هنا جنب الرف اندوبلازميك ريتيكولم. وجولجي اباريتس هو يا جماعه اللي بيعمل ايه؟ البروتين بعد لما بيطلع من الرف اندوبلازميك بيروح لجولجي، بيتعدل، بيحصل له موديفيكيشن، والتعديلات ديت ان هو بيتم استئصال بعض الاجزاء منه وتركيب عليه اجزاء جديده واضافه عليه مواد جديده مختلفه زي الفات، زي الجلوكوز او الكربوهيدرات عامه، الفوسفيت، الجلوكيرونيك اسيد، حاجات كتيره جدا بتتعدل في جولجي اباريتس. ثم بعد التعديل بيبتدي جولجي يبتدي ان هو ايه؟ يغلفها، يعملها باكج. باكج يعني ايه؟ يعني تغليف، بيغلفها في فيزيكلز. هذه الفيزيكلز في منها ثلاث انواع، في منها اللي هتروح لللايزوزومز اللي هي الحاجات اللي هتكسر، هنتكلم عنها كمان شويه، وفي منها اللي هيروح لخارج الخليه، وفي منها اللي هيفضي في الخليه ذات نفسها. هنعرف الكلام ده ايه دلوقتي. بعد كده الاورجانيل الخامس المهم عندنا برضو في الخليه اللي هو الميتوكوندريا. ميتوكوندريا او الباور هاوس بتاع الخليه، باور هاوس، مصنع الطاقه، هو ده اللي بيكون الاي تي بي في الخليه. لو جيت للميتوكوندريا وبصيت على التركيب بتاعها هتلاقي ان هي نوعا ما شبه السيل ممبرين برضو، في ان هي عباره عن طبقتين من الفوسفوليبيد، ولكن الطبقه الداخليه مالها؟ الطبقه الداخليه فولدد. يعني ايه فولدد؟ فيها ثنايات بالمنظر ده كده. يبقى الانر ممبرين از فولدد، الاوتر ممبرين عادي ما فيهوش مشكله، انر ممبرين فولدد. مش بس فولدد، فولدد وبيحتوي على كميه مهوله من الانزيمات. كميه مهوله من ايه؟ من الانزيمات. هذه الانزيمات هي اللي بتصنع الطاقه. ازاي بتصنع الطاقه؟ هنعرف السلايد الجايه. طيب الميتوكوندريا ديت اللي هي مصنع انتاج الطاقه هتكون موجوده في خلايا ايه اكتر؟ اكيد يا دكتور هتلاقيها موجوده في الاندوكراينال سيلز اكتر. ليه؟ لان الاندوكراينال سيلز بتطلع هرمونات من داخلها الى خارجها، والعمليه بتاعت نقل من خلال السيل ميمبرين ديت محتاجه انك تصرف طاقه. الحاجه اللي بعد كده موجوده كمان في البرايتال سيل والرينال سيلز، برضو الخلايا ديت بتنقل حاجات، واغلب الايونات اللي بتتنقل من خلال الخلايا بتاعت الكليه بتتنقل بالاكتيف ترانسبورت، يعني محتاج طاقة عشان انقلها. طيب كل ميتوكوندريا زي ما قلنا فوسفوليبيد باي لاير، الانر فولدد، ويعمل الفولد الواحدة اسمها كريستا. كريستا يعني عرف، الفولد الواحدة بتكون شبه العرف، فبنقول عليها ايه؟ كريستا. الفولد دي اسمها كريستا، ميتوكوندريا الكريستي، ده الجمع بتاعها. طيب زي ما قلنا ان الانر كافيتي
بتاع الكريستا او الانر ممبرين بيحتوي على انزيمات، وهذه الانزيمات هي اللي بتنتج الطاقه. ازاي بقى الانزيمات دي هتنتج الطاقه؟ نرجع بقى لجزء من البايوكيمستري مهم عندنا، وهو ايه؟ وهو ان جزيء الجلوكوز لما بيخش جوه الخليه بيبتدي ان هو يحصل له عمليه اسمها جلايكوليسز او عمليه تكسير الجلوكوز. هذه العمليه بينتج عنها اي تي بي، ماشي، بس كميه الاي تي بي اللي بتنتج قليله. انا مش عايز الكميه القليله ديت، انا محتاج كميه اكتر من الاي تي بي. فبينتج مركب من التكسير بتاع الجلوكوز في عمليه الجلايكوليسز، وهو البايروفيت. هذا البايروفيت هو اللي هيخش في الميتوكوندريا في وجود الاكسجين عشان يخش بعمليتين. العمليه الاولى اللي هي التراي سايكليك اسيد سايكل او التراي اسيديك اسيد سايكل، وديت اللي هي الكريبس سايكل او دوره كريبس، وديت اللي بينتج منها طاقه. بس مش بس طاقه، ده بينتج منها مركبات وسطيه تحتوي على طاقه زي الناد بي اتش والفاد اتش 2. هذه المركبات بتخش في كمل في الميتوكوندريا على اللي بيكمل عليها، هي هذه الانزيمات اللي احنا لسه قايلين عليها. الانزيمات دي اسمها ريسبيراتوري انزيمز. بتعمل ايه الريسبيراتوري انزيمز؟ بتكمل على الناد بي اتش والفاد اتش وتبتدي ان هي تعمل لهم اكسده، اوكسيديتيف وفوسفوريليشن، بتضيف فوسفيت كمان، فوسفوريليشن اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. وهذه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن بينتج عنها كميه مهوله من الاي تي بي، وهو ده مصدر الطاقه الرئيسي لكل خلايا الجسم. اتش ميتوكوندريال، ودي معلومه جديده يمكن هتعرفها للمره الاولى، ان الميتوكوندريا بتاعتنا جواها في دي ان ايه مختلف عن الدي ان ايه بتاع السل. ايه ده؟ يعني الميتوكوندريا ده عضو خلوي جواه في دي ان ايه؟ ايوه. طب الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا ده مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن تكوين الانزيمات بتاعه الميتوكوندريا، او تكوين بعض البروتينات بتاعه الميتوكوندريا. طيب، معلومه على جنب، لو شخص عنده خلل في الميتوكوندريا بتاعته، الميتوكوندريا مصنع انتاج الطاقه، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الخلايا اللي بتحتاج للطاقه كلها تبوظ. abnormality في الميتوكوندريا الدي ان ايه هيعمل مشاكل للخلايا اللي بتحتاج طاقه بصوره مستمره، زي خلايا العضلات سواء بتاعه الاسكليت المصل او الهارت، وزي الخلايا العصبيه بتاعه المخ او البرين. معلومه كمان ان الميتوكوندريا ديزيزز كلها بتتنقل من الام، يعني الانهيرتنس بتاعها بنقولها ماتيرنال انهيرتنس. ليه ماتيرنال انهيرتنس؟ لان ببساطه خالص الميتوكوندريا بتاعتك انت اللي كونها او اللي شارك بيها هي البويضه، هي الاوفم، وليس السبرم او الحيوان المنوي. عشان كده امراض الميتوكوندريا اهي diseases are always inherited from the mother. ليه؟ بيكوز ان الميتوكوندريا اللي احنا اخذناها اصلا كانت من الاوفم، وبالتالي لو الميتوكوندريا بتاعه الاوفم او بتاعه البويضه بايظه، الميتوكوندريا بتاعتك هتكون بايظه. الاورجانيزم برضو المهم واللي ليه دور مهم ولولا وجوده الخلايا كانت هتموت، وهو اللايزوزوم. زي ما قلنا ان جولجي بعد ما بيعبي البروتينات اللي عدلها في فيزيكال، اللي هي عمليه زي ما قلنا اسمها البروسيسنج اند باكج، بيبتدي ان هو يوديها لثلاث مسارات، يا اما مسار داخل الخليه، يا اما مسار خارج الخليه، يا اما مسار لللايزوزوم. ايوه، خلينا بقى نعرف ايه هو اللايزوزوم. اللايزوزوم يعتبر الجهاز الهضمي بتاع الخليه. يعني ايه الجهاز الهضمي بتاع الخليه؟ يعني اي حاجه الخليه عايزه تتخلص منها هترميها لمين؟ لللايزوزوم. يبقى اللايزوزوم الفيزيكلز اللي طالعه من الاندوبلازميك ريتيكولم وجولجي اباريتس بتبتدي ان هي تروح لللايزوزوم عشان تتكسر، وفي الغالب بتروح لللايزوزوم وبتكون متعلمه. يا جماعه الفيزيكل اللي بتروح لللايزوزوم بتكون متعلمه بماده اسمها يوبيكيتين، ماده اسمها يوبيكيتين هي اللي بتروح توديها لللايزوزوم. هذا اليوبيكيتين مهم لان لو مش موجود مش هتروح الماده لللايزوزوم.
طب اللايزوزوم ليه هو جهاز هضمي؟ لان في انزيمات كتيره هاضمه، في كميه كبيره من هيدروليتك انزيم. معلش عايزك تضيف كلمه قبل كلمه هيدروليتك اسمها اسيد، اسيد هيدروليتك انزيم، يعني هذه الانزيمات بتشتغل لما يكون البي اتش اسيدك، وهيدروليتك لان هي بتكسر عن طريق ان هي بتضيف ميه. زي ايه؟ زي البروتيزز بتكسر البروتين، زي اللايبيزز بتكسر الدهون، زي الكربوهيدريزز بتكسر الكربوهيدرات، والنيوكليزز بتكسر النيوكليوس او الدي ان ايه والار ان ايه او نيوكليك اسيد عامه. طيب هل اللايزوزومات بتكسر المواد البروتينيه اللي تم تصنيعها بس من خلال الخليه؟ لا، اللايزوزومات ليها دور تاني مهم كمان، هي مش بس جهاز هضمي، هي كمان جهاز دفاعي او جهاز مناعي للخلية. ليه؟ لأن لو الخلية دخل جواها بكتيريا أو فيروس معين، هذه البكتيريا أو الفيروس أول حاجة بتهاجمها هي مين؟ اللايزوزوم. واللايزوزوم بالإنزيمات اللي فيه دي بيحاول إن هو يكسر المواد العضوية الموجودة في البكتيريا أو الفيروسات. ودايما اللايزوزومز هتلاقي إن هي موجودة في الخلايا المناعية بكمية كبيرة، زي اكتر خليه موجود فيها لايزوزومز على سبيل المثال الفاجوسيتيك سيل او الخلايا البلعميه الاكوله من جهاز المناعه. كده خلصنا المحاضره بتاعتنا، اتمنى تكونوا فهمتوها، شكرا لكم.